لو سألتك الصمام اللي قدامك ده كام على كام؟ أيوه، ها قول. أيوه برافو عليك، طبعا كلكم عارفينها دي، سهلة وخدناها قبل كده، 2 على 2. تمام. السؤال التاني بقى، هل تقدر تحدد الصمام اللي قدامك ده نورمالي اوبن ولا نورمالي كلوز؟ ها يلا مستني اجابتك. ايوه اجابتك نورمالي اوبن، صح. ليه بقى؟ عشان الناحيه اللي على اليمين ديت الخط بتاع البريشر مفتوح، فبقى كده كانه اوبن. طب ما انا لو بصيت الناحيه التانيه هلاقيه كلوز، يبقى اقول عليه نورمال كلوز، مش كده؟ واحد تاني. ايوه يلا نورمال كلوز. ايوه ليه بقى نورمال كلوز؟ وضح لي كده. عشان اللي دايما ناحية الشمال هي اللي بنبص عليها، مش هو ده السبب ولا هي دي القاعدة اللي تخليني اقول ان ده نورمال اوبن او ده نورمال كلوز. طب اللي قاعد ورا ده، انت قاعد تبص كده وخلاص، مش يعني مفيش اي حتى اي مساهمة او مشاركة؟ ها اجابتك ايه؟ مش عارف. مش عارف ايه بالظبط؟ مش عارف السؤال ولا مش عارف تحدد هو نورمال اوبن ولا نورمال كلوز؟ اصل دي في حد ذاتها اجابة. مش عارف حاجة خالص. طب يا سيدي خلينا مع بعض عشان نفهم ايه قصة النورمال اوبن والنورمال كلوز. في البداية كده خليني اعرف يعني ايه كلمة نورمالي اوبن او نورمالي كلوز. كلمة نورمالي لوحدها يعني الوضع الطبيعي لهذا الصمام دون وجود اي مؤثرات خارجية عليه. يعني مثلا انا مش ضاغط على الصمام بايديا، فلما اشيل ايديا الصمام يرجع لوضعه، او مديله اشاره كهربا فالصمام برضه واخد وضعه، فلما اشيل اشاره الكهربا يرد مره تانيه. اذا معنى كده انه كلمه النورمال هو وضع الصمام دون اي تدخل خارجي على هذا الصمام. ده كده معنى كلمه نورمال، الوضع الطبيعي. طيب يعني ايه بقى اوبن ويعني ايه كلوز؟ اوبن يعني معناها انه مسار الزيت مفتوح او مسار الهواء، لو الصمام ده بيشتغل في النيوماتيك سيستم يعني، يبقى مسار الزيت اذا كان مفتوحا يبقى في هذه الحاله اقول على هذا الصمام او هذا الوضع اوبن. اما اذا كان مسار الزيت مقفول او مطبب، يبقى في هذه الحاله اقول على الصمام على الوضع ده كلوزد. ماشي، يبقى ده معنى closed وده معنى open. السؤال بقى مرة تاني، مين يقدر يقول لي بقى الصمام ده normally open ولا normal closed؟ هنا بقى الإجابة بتاعت هذا السؤال هي إنك لا تستطيع التحديد. ليه؟ لأنه والله أصلا أنا لو بصيت على الناحية اليمين دي هلاقي الصمام السكة بتاعته مفتوحة يبقى normal open، بس لو بصيت على الناحية التانية هلاقي الصمام السكة بتاعت البريشر مقفولة، وبالتالي هقول عليه normal closed. يبقى لا ده نافع ولا ده نافع. المشكلة عندي في ايه بقى؟ في ازاي احدد اتجاه عينيا تشوف انهي وضع من اوضاع التشغيل. عشان اعرف انهي وضع اروح له لازم يكون هناك مجموعة من المحددات اللي بتقولي اوجه عينيا لانهي وضع من اوضاع التشغيل. ايه هي بعض المحددات دي؟ اول نقطة منها ان يكون في كتابة للرموز على احد الاوضاع، فاذا كان هناك كتابة على احد الاوضاع يبقى اعلم ان هذا الوضع هو الوضع الايه؟ النورمال. ابص على بقى هذا الوضع النورمال، اذا كان مسار البريشر مفتوحا يبقى نورمال اوبن، اذا كان مغلقا يبقى نورمال كلوز. خلاص؟ بيبقى في هذه الحالة اقول للصمام ده كام على كام؟ اوعى تنسى كام على كام، وتركز في نورمال اوبن وكلوز. ابدأ الأول بالتوصيف الصح بتاعه، 2 على 2، أيوة، ونورمال إيه؟ كلوز. تمام كده؟ تعال بقى نبص على حاجة تانية، الشكل اللي قدامك ده أو الصمام ده نورمالي أوبن ولا نورمالي كلوز؟ ها؟ مفيش. هتقول لي فين الكتابة الرموز؟ أقول لك هو صح، معاك حق، مفيش كتابة على أحد الأوضاع، بس مش ملاحظ حاجة تانية؟ مش ملاحظ ان في اكستندد لاين جايه من وضع معين، او يعني خطوط ممتده من وضع من احد الاوضاع؟ اذا كان هناك خطوط ممتده حتى ولو ما فيش عندي ما يسمى برموز على احد الاوضاع، يبقى في هذه الحاله هذا الوضع هو برضه يعتبر الوضع الطبيعي لهذا الصمام. يبقى في هذه الحاله الصمام هنا ايه؟ ايوه 2 على 2 نورمال كلوز. ليه؟ لانه في خطوط زي ما انت شايف خارجه من هذا الصمام. ادي زي ما انت شايف الصمام 2 على 2 ونورمال كلوز. طب يلا برافو عليك بقى، مين يقول لي الصمام ده ايه؟ ها اظن كل مساله بديها لك بنتدرب عليها تدريب كده صغير عشان تبقى محترف في هذا الموضوع. لاحظ الخطوط الممتده هنا فين؟ على الوضع اللي خط البريشر فيه مفتوح، يبقى في هذه الحاله هذا الصمام برضو 2 على 2 ولكن
normally open. ماشي كده تمام. طيب يلا بقى استعد للقطة اللي جاية. الصمام ده بقى، بص بقى، لا في كتابة ولا في خطوط ممتدة من أحد الأوضاع. لازم تقول لي بقى في توصيف هذا الصمام، الصمام ده كام على كام، normally open ولا normally closed، وبيروح إزاي، بيشتغل بإيه، وبيرجع بإيه. لازم الأربع نقط دول نتدرب عليهم وتبقى سلسة معاك في أي توصيف لأي صمام. ماشي الحال؟ يلا ها، فكرت ولا لا؟ جاوب بقى كده، أظن وضحت ولا إيه، ولا مش واضحة برضو؟ أنت محتار في إيه طيب؟ خلينا نمشي كده واحدة واحدة. هو فعلا حاجة تحير، أولا مفيش لا رموز على الصمام ولا في عندي خطوط ممتدة على أحد الأوضاع، وبالتالي أنا هنا عندي حيرة أختار أنهي وضع اللي عينيا تبدأ تبص عليه. طيب خلينا نفترض، خلينا نفترض، ماذا لو أنا اخترت الوضع الأولاني اللي هو هنا، وقلت يا سيدي هو ده الوضع النورمال الطبيعي بتاع هذا الصمام، إن البريشر هيبقى من الناحية دي، يبقى كده الصمام ده كام على كام؟ 2 على 2، نورمال إيه؟ نورمال أوبن، مش كده؟ خلاص نورمال أوبن. يلا بقى نلقط الكويل الكهرباء، يعني نخلي الصمام في حالة الانرجايز ستيت، يعني اللي هو التفعيل أو الاكتيفيشن، إنه متأكتف يعني. ندي إشارة الكهرباء للكويل، ها؟ فإيه اللي يحصل؟ الكويل هيجيب لي الوضع اللي جنبه، فاللي جنبه مفتوح، يعني معنى كده إن لما أدي إشارة كهرباء البلف برضه هيفضل معدي زيت. الله، طب يا ابني شيل إشارة الكهرباء، هيفضل معدي زيت. ادي إشارة كهرباء، معدي زيت. إذا معنى كده إن الصمام مش شغال أصلا، أنت حاطط خط البريشر في مكان غلط، لازم يحصل تغير للوضع بتاع الإيه الصمام، والسبول ينقل من وضع مفتوح إلى وضع مقفول، ماشي؟ فأنت حاطه من البداية أصلا وضعه غلط في هذه المنطقة، يبقى عشان كده لازم في هذه الحالة أحطه في وضع الـ de-energized state، اللي هو وضع عدم الأكتيفيشن بتاع الكويل الكهرباء، عدم التشغيل، عدم التفعيل للكويل الكهرباء، يبقى أكيد الصمام في وضعه الطبيعي هيكون فين؟ في هذه المنطقة. يبقى هنا الصمام بقى في الحالة دي كام على كام؟ 2 على 2، نورمال إيه؟ نورمال كلوزد، واخد بالك؟ طيب لما ادي اشاره الكهرباء ايه اللي يحصل؟ يقوم الكويل الكهرباء يزق السبول، فيخلي وضع السهم ده يتنقل الناحيه التانيه دي، فيفتح البي على الايه مره تانيه. وصلت كده الفكره؟ يبقى اقول على الصمام ده في هذه الحاله 2 على 2 نورمال كلوز. ماشي كده؟ يلا مين يجاوب بقى على الصمام ده؟ ها سهله اهي بقى دلوقتي، بقت واضحه العمليه. ها برضه متحير، عايز تقول نورمال كلوز برضه؟ ليه؟ ليه نورمال كلوز؟ ليه؟ من الآخر عشان أريحك يا سيدي خالص، الوضع اللي جنب السبرينج هو ده اللي تبص عليه، ماشي الحال؟ يبقى الوضع اللي جنب السبرينج هنا ماله؟ أول ما أبص عليه ألاقي خط البريشر ماله مفتوح، يبقى في هذا الحال الصمام ده 2 على 2 ونورمال، ها؟ أوبن، كنت هقول أنا كلوز، هتلخبطوني، ها؟ نورمال اوبن، تمام كده. تطبيق للصمام ده في دايره من الدوائر، نبص عليه كده، الصمام ده كام على كام ونوعه ايه؟ ها يلا وصفه لي بقى توصيفا كاملا. ايوه 2 على 2، برافو عليك. ونورمال اوعى تنسى، ايوه الوضع اللي جنب السبرينج ماله مفتوح، يبقى نورمال اوبن، ماشي كده. واكتيفيتد باي ايه بقى؟ اللي هو اشاره الكهرباء اللي بتشغله، وبيرجع بايه؟ سبرينج ريتير. ماشي كده وضحت الفكره. ودلوقتي بقى نيجي للسؤال بتاع حضراتكم، وهو الصمام اللي باين قدامك ده دلوقتي، مين يقول لي كام على كام؟ نورمال ايه؟ بيشتغل بايه؟ ورجوعه بيكون بايه؟ اكتب لي ده بالتفصيل كده الاربع نقط في التعليقات، وهراجعها واقول لك لو في اي حاجه. ماشي الحال، لحد هنا بينتهي هذا الفيديو، نشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.